هذا الفيديو المريضة اللي قامت اللي هي بتاع الكليبل فايل سيندروم، أو اللي هي كانت تعاني من تشوه خلقي في عظام الرقبة، اللي هو احنا في ليبيا نقول الجوبو. واحد لما يكون عنده تشوه في رقبته وظهره مقوس يقولوا له جوبو. فلاحظوا ان الرقبة متاعها قصيرة جدا والعظام الرقبة غير واضحات نتيجة التشوهات الخلقية اللي في عندها في العمود الفقري وفي جسمها. زي ما أمس قالت إن عندها واحدة من عظام الكتف أعلى من الثانية، طبعا يعني رقبتها قصيرة جدا، فصعب جدا حتى العظام بتاع الرقبة يكونوا واضحات. الصورة الثانية ممكن تكون أوضح شوي، نحاول نكبرها. فهني يعني نقدر نشوفه في ممكن عظمة 2 3 4 للرقبة بس، يعني عادة تكون في 7 فقرات. طبعا هي المريضة قالت إن هي الفقرة 7 ما عندهاش بس، والتانية عادة يكونوا ملحومات مع بعض يعني العظام كلهم، بس للأسف إن ما صعب إنك أنت تشوف، تقريبا 4 بس اللي يكونوا واضحات، والصورة أيضا مش واضحة يعني صعب حتى تشوف إذا كان فيه مثلا أي روماتيزم أو اعوجاج أو أي شيء، لأن الصورة غير واضحة. ففي الحالة هذه يعني لو نحتاج نشوف صورة أوضح نحتاج نطلب لها سي تي سكان اللي هي كمبيوتر. لو لاحظوا مثلا هذا عدد الترقوة وهذا الضلوع، فتلاحظوا أن المريضة يعني عندها ميلان في العمود الفقري، هذا هو العمود الفقري، فللأسف يعني حالتها للأسف عندها تشوهات هلبة جدا في العظام بتاعها وفي الرقبة وفي العمود الفقري. يعني بس أمس ما قدرتش إن أو قدرت لها أبلود يعني حملتها الصورة بس هربت بعدين، يعني الشاشة اتسكرت وما عادش قدرت إن أرجعها. فاليوم بس باش نوريكم يعني نوضح لكم كيف صورة الأشعة بتاع المريضة شكلها، وشكرا.